نحن طبعا في منهاتن، وعندما نتحدث عن منهاتن نكون على رمز القوة والعظمة الأمريكية. الانطباع للشخص الذي يصل بعد 20 سنة من هذه الاعتداءات وكأن الحياة عادت وعادت بشكل طبيعي أكبر مما كانت عليه. نيويورك قوية، نيويورك قوية والنيويوركيون أقوياء، وهذا الحدث هو يمس النيويوركيين بشكل كبير جدا أكثر من أي شخص آخر سواء في أمريكا أو في العالم. ما شهده النيويوركيون في هذا اليوم، في مثل هذا اليوم، يعني لا يمكن أن ينسوه أبدا، سواء من أي جنسية كانت. نيويورك هي عبارة عن خليط كبير من الجنسيات بمن فيهم العرب. هناك عرب سقطوا وهناك يهود سقطوا، يعني كان هناك عدد كبير منهم كل الجنسية. في الأحداث التي تروى عن ذلك اليوم مرعبة لدرجة لا يمكن استيعاب حجم الدمار، يعني حجم الأسى، حجم الكارثة. ولكن قوة النيويوركيون يستطيعون أن يتجاوزوا أي شيء بسرعة وبقوة، ويحملون آلامهم في صدورهم ويمضوا، لا ينسون ولا يحقدون ولا يعيقهم ذلك عن الاستمرار، ويحبون أن ينشروا رسالة التسامح. نحن فعلا هنا في نيويورك نحب أن نكون متسامحين قدر الإمكان، حذرين قدر الإمكان، أقوياء. لا يوجد مجال للتوقف والحزن طويلا. نعيش آلامنا ولكن نحاول أن تتجاوزها بأسرع ما يمكن. والأمريكيون النيويوركيون هم متمرسون في هذه الزاوية، يعني التعاطف والتعاضد الذي وجد في الشارع الأمريكي من أوله إلى آخره، من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، كان مذهل جدا. يعني لم تكن خلافات شديدة التي نراها الآن بين الديمقراطيين والجمهوريين، ولكن حتى ولو كانت صدقني أنهم سينسوا كل شيء وتعاطفوا، لأن هذا موقف إنساني كبير جدا، موقف مؤلم أكثر من أن تفكر بخلافاتك السياسية أو تقف عندك.